ناصر منسي احرج الجزيري، الجزيري مع الزمالك في 16 ماتش في دوري ابطال افريقيا مسجل هدفين فقط. ناصر منسي بعد ما شارك في 3 مباريات منهم مباراة شارك فيها في دقيقة واحدة بس مسجل 3 اهداف، والفرق بينهم ان ناصر منسي مهاجم هداف ممكن يخلص من نص فرصة، اما الجزيري فمهاجم ذكي جدا وسريع جدا يقدر بسهولة يخلق لنفسه الفرصة وبطريقة اسهل يضيعها. زي كده تونسي بعد ما اختطف الكره بهكذا شكل سريع جدا مهاجم الزمالك هرب وجها لوجه امام اللافي مره ثانيه او كده